قبل ما أبدأ الرياضة كان الأهل دائما ينصحوني علشان أحرك دمي وما أقعد طول الوقت في البيت، وكل مرة أبرر موقفي أن ما عندي وقت ومشغول، لكن قررت أبدأ الرياضة من اليوم. إيه من اليوم. طبعا المشي يساهم بتخفيف التوتر وتنظيم دقات القلب، ورياضة الجري تعطيك النشاط والحيوية وتبعد عنك الأمراض المزمنة. وطبعا الرياضة بشكل عام تقيك من داء السكري والضغط. مارس الرياضة بكامل صحتك علشان ما تضطر وتمارسها وانت مريض.